اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، ضابط عزام قناه الشرطه والامن، ومعكم من نادي الرمايه. مثل ما انتم شايفين، المهم المخازن هذا اللي معنا مخازن التقليديه الاي ار 15 والاي ار 15 الحديث المصنوع من شركه ماجبول، والمخزن المعروف ب بي ماج 30. الان في كثير من الشركات تعمل الحركه هاي، هذا الموديل، هذا التصميم باشكال مختلفه، لكن المخزن التقليدي الحديد المعدني اللي هو اللي بيتسع ل 30 طلقه، في منهم بيتسع ل 20، في منهم بيتسع ل 10 فقط، في منهم بيتسع ل من هذا المخازن، او في منهم بيتسع لاكثر. عندي واحد بيتسع ل 60 حبه، لكن طبعا بخلي البندقيه ثقيله جدا. المخازن هذه البي ماكس ايضا في منها تتسع ل 40 طلقه، في منها اللي اقل اكثر، في منها بتيجي ما يعرف بالدرم، او اللي هو اللي بتكون زي العجله او الدائره، زي بكون موجود في طلقات يتسع ل من 75 ل 100 120 اكثر او اقل. طيب بالنسبه لكم شو بتحبوا، اي افضل، شو اللي بتفضلوا، التقليدي المعدني او هذا، وليش؟ طبعا معروف انه هذا مثل ما شايفين واضح جدا الطلقات، من كم طلقه موجود فيها من الشمال او من اليمين. المعدني هذا مش موجود فيها هذه القابليه، لان تكنولوجيا قديمه، وبعدين ما كانش موجوده، يمكن ما حد فكر فيها من زمان، او يمكن فكروا فيها لكن ما يعني ما كان في حد اللي يعملها. بتضل هذه مقبوله عبر الزمن، حتى لو مهما تغيرت البنادق، ما شو ما تغيرت التكنولوجيا، بضل القديم دائما له نكهته الخاصه. في كثير من الناس عندهم العقليه هذه انه القديم هو الاحسن دائما. التكنولوجيا الحديثه يمكن ما تعجبهم، او يمكن خلاص بيكونوا معتدين على هذا الشيء، ما بيحبوا يغيروا. في منهم بيقولوا بعقليه انه اذا خدمت انا في الحرب الفلانيه بهذا المخزن، ممكن اخدم في حرب اخرى بنفس المخزن بنفس النوع، ليش احول على شيء ثاني؟ مقبول مقبول. لكن اللي معروف في هذا المخزن، الشيء اللي مش موجود على هذه المخازن، مش موجود كم العيار، مع انه معروف انه 556، لكن هنا موجود بكون على راس المخزن من الطرفين بكون موجود شو نوع او شو العيار اللي بيتسع له. لو وقعت على الارض ما بصير اي شيء، هذه ممكن يصير فيها انعواج او تنطعج شويه، ممكن ياثر على الطلقات من الداخل، هذه ما بتصير. هذه ممكن تكلف 15-16 دولار. هذا المخازن معروف عنها اقل من 10 دولارات بتجيب واحد، يعني اذا مساله ميزانيه هذه احسن، اذا مساله تكنولوجيا والاضافه هاي اللي عليها، طبعا هذا المخزن او ما شابهه. التقليدي بيظل هو الاصلي، وبيظل هو يعني الشيء اللي كثير من الناس معتدين عليه من اكثر من 50 سنه. هذا هو بالنسبه لي هذا الموضوع، يعني ما في اي رمايه، لكن بس حبيت اشوف رايكم انتم بالنسبه لهذا الموضوع، ايش بتقولوا؟ يعطيكم العافيه، اشوفكم مع فيديو جديد. ابدوا الاسعار متناول الاطفال.